أسعدتم أوقاتا بكل الخير. أنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامج استوديو اليرموك. لم تمضي 48 ساعة على استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية حتى جاء الرد في عملية بطولية أسفر عنها مقتل عدد من الإسرائيليين، كما أصيب آخرون في عمليتي إطلاق نار بمدينة القدس نفذهما فلسطينيان في إطار الرد على الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويرى خبراء فلسطينيون أن من دلالات عمليتي القدس هو إمكانية الوصول لأهداف إسرائيلية والرد على عملياتها وإيقاع قتلى بأقل الإمكانيات، ما يؤشر على فشل العمليات والإجراءات الإسرائيلية وسط تساؤلات إلى أين ستؤول الأوضاع في الضفة المحتلة بعيد اتخاذ كابينة الاحتلال قرارات انتقامية تستهدف الفلسطينيين، ومنها إغلاق منازل منفذي عمليات المقاومة وإطلاق يد المستوطنين وتبسيط إجراءات منحهم رخص السلاح والمضي قدما في المشاريع الاستيطانية. فهل نحن أمام مرحلة تدفع فيها المقاومة الفلسطينية حكومة بنيامين نتنياهو إلى عض أصابعها؟ العمل المقاوم يدفع الاحتلال لعض أصابعه هو موضوع حلقة الليلة من برنامجنا استوديو اليرموك. أرحب فيه بضيفي الاستوديو، البشمهندس مازن ملصة الأسير المحرر. مساء الخير بشمهندس. مساء النور، الله يجزيك خير. كما أرحب بالأستاذ ظاهر عمرو أمين ومؤسس حزب الحياة الأردني. مساء الخير. سابقا مساء الخير أستاذ ظاهر. أبدأ معك باش مهندس مازن، يعني فيما يتعلق بتصاعد أو بتغير شكل العمل المقاوم، نحن نتحدث اليوم عن عمليات فردية، لم نعد نجد بأنه حظوظ العمل العسكري المنظم موجود في الضفة الغربية، الاتجاه ينحو إلى العمليات الفردية، حتى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بياناتها وصفت منفذي العمليات الفلسطينية بأنهم ذئاب منفردة، كيف نقرأ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على شهدائنا الأبرار ونسأل الله عز وجل الشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال. آمين. ونحيي المجاهدين والمقاومين على أرض فلسطين الذين حقيقة يعني كسروا كل الأسطورة لهذا الجيش الذي قيل عنه أنه لا يقهر، وإذا بشباب في عمر الورود كسروا أسطورة هذا الجيش وكسروا هذه المنظومة الأمنية المتهالكة والتي تخشى منها جيوش وأنظمة على مستوى العالم. نعم. الآن بالنسبة لموضوع المقاومة، المقاومة تاريخيا أثبتت قدرة عظيمة جدا على التكيف ومرونة وتطوير في أساليبها. وإذا قرأنا تجربة المقاومة في فلسطين على الأقل في العقود الأخيرة نجد أنه في 87 على سبيل المثال الانتفاضة سميت بانتفاضة الحجارة. نعم صحيح. وكنا نتغنى بأطفال الحجارة، ثم في تلك الانتفاضة في نهايتها بدأ أيضا الشعب الفلسطيني يطور ووصل إلى مرحلة ما يسمى حرب السكاكين أو ثورة السكاكين وعامر أبو سرحان وإلى آخره. ثم لما جاءت ما يسمى بوهم وسراب السلام في محاولة، وأيضا هذه محاولة مشهودة تاريخيا في الالتفاف على مقاومة وتضحية الشعب الفلسطيني ومحاولة سرقة هذه التضحيات، أنشئت ما يسمى مسرحية السلام والترويج والوهم والسراب الذي تم محاولة يعني إشاعته في على مستوى المستوى فلسطين وعلى مستوى أيضا العالم العربي. ثم لما هذا السلام أو ما يسمى بين قوسين بعملية السلام وصلت إلى كامب ديفيد، إذا بالمقاومة أيضا تخرج من قمها من جديد، هذا المارد يخرج بانتفاضة الأقصى في رد على اقتحام شارون لساحات المسجد الأقصى المبارك. وأيضا كانت أيضا المفاجأة لأنه في ظل تنسيق أمني وفي ظل أجواء كانت أجواء من الإحباط، إذا بهذه المقاومة البطلة تتفجر
وأيضا تحدث نقلة نوعية في الأساليب، وإذا بنا نشاهد بعد أيضا إذا قلنا سابقا أيضا عمليات إطلاق نار وصلت في مرحلة معينة بعد انتفاضة الحجارة، إذا بنا نصل إلى مرحلة العمليات الاستشهادية التي جاءت ردا على اقتحام شارون للمسجد الأقصى، ومن قبله إذا بتتذكروا في التسعينات كانت رد على عمليات باروك جولدشتاين والحرم الإبراهيمي ويحيى عياش، وثم كان هناك أيضا تطور حتى في العمل المقاوم، يعني بدأنا نسمع عن المهندسين بعد يحيى عياش، محي الدين شريف وعادل وعماد عوض الله، ثم وصلنا إلى حسن سلامة، ووصلنا إلى 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 الانتفاضة الأقصى، بلال البرغوثي وسليم حجي وعبد الله البرغوثي وغيرهم، وإذا بالمقاومة تطور من أساليب العمليات الاستشهادية إلى أساليب العبوات المؤقتة والتي أبهرت الاحتلال والتي فاجأت الاحتلال بقدرة هذه المقاومة على أن تطور من أساليبها وتوجع هذا الاحتلال. ثم بعد ذلك نصل إلى مرحلة بعد أن أيضا كبرت المؤامرة على هذه المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني، وفي ظل هرولة التطبيع من الأنظمة العربية، وفي ظل أيضا تنسيق أمني في الساحة الفلسطينية، تنسيق أمني على مستوى فلسطين وعلى مستوى خارج فلسطين، المقاومة وإن بدأ أنها تراجعت إلا أن شعبنا الفلسطيني يفاجئنا الآن بما تفضلت فيه، وهو العمليات الفردية والتي الآن تربك حسابات الاحتلال، لأنه اليوم الاحتلال استخباراتيا لا يستطيع التنبؤ بهذه العمليات، لأنها يعني هذا يعطيها القوة وإيقاع التأثير الأكبر على سلطات الاحتلال. نعم، الإسرائيلي عمليات مجتمع المستوطنين. عمليات القدس تمت في ظل اقتحامات يومية في قمة، يعني في كثافة عالية للاقتحامات اليومية، قمة لكل الجرائم لكل أنحاء بالضبط الإسرائيلي. نعم، اقتحامات لكل أنحاء الضفة الغربية، وأيضا استنفار عالي المستوى بعد مجزرة جنين في منطقة القدس، وإذا بالعملية تتم داخل القدس. لماذا؟ لأنه زي ما تفضلت الذئاب كما اسموها الذئاب المفردة هو عبارة عن إنسان فلسطيني حر قرر أن يضحي، قرر أن يقاوم بالوسائل المتاحة، سلاح يحصل عليه، سكين يحصل عليها، ثم بدون معلومات، وهذه نقطة القوة. التنظيمات لها هيكلية، قد تصل معلومات استخباراتية للعدو فيتم إحباط العمليات، لكن قوة العمليات اليوم إنها عبارة عن قرار فرد، لا معلومات استخباراتية مسبقا لدى الاحتلال، بالتالي يفاجئ الاحتلال في ظل انتشار كثيف في الشوارع، وفي ظل فصل أجزاء الضفة الغربية عن بعضها البعض، وفي ظل استنفار على مستوى كل الأجهزة الأمنية الصهيونية، إذا بالصفعة تأتيهم من حيث لا يحتسبون، وهذه هي قوة هذه العمليات. وأنا أقول إنه اليوم العمليات منفردة لكن لن تتوقف، لأن المقاومة عودتنا على التطور المستمر، وانتظروا المفاجآت من المقاومة. سأتي إلى هذه النقطة، إذا ما كان هناك سنشهد لربما تطور نوعي في عمليات المقاومة الفلسطينية، وهناك تساؤل أيضا عن العمليات الاستشهادية ومدى إمكانية عودتها، ولكن بالذهاب إلى الأستاذ ظاهر. أستاذ ظاهر من جديد، مرحبا بك. يعني شهدنا بعد مجزرة جنين، مخيم جنين، وهذا العدد من الشهداء الذي قدمه الفلسطينيون، ولو أن المخيم قدم يعني صورة من الصمود منقطعة النظير اعتدنا أن يعني نشاهدها من المخيم ومن أهل مخيم جنين ومقاومتها، ولكنها كانت مؤلمة جدا، وبقدر ما كانت مؤلمة جاءت عملية القدس خيري علقم رحمه الله لتظهر احتفاء شعبي ليس فقط داخل فلسطين والمشاهد التي أتتنا من فلسطين وتوزيع الحلوى، بل من العاصمة عمان وعلى امتداد العالم العربي أيضا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كيف نقرأ دلالات ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة، شكرا للمشاهدين، شكرا لك مازن، احنا شرف ان نكون في جوارك. يعني أنا أتذكر هذا خيري الله يرحمه استشهد، هذا أخذ ثأر جده بعد 25 سنة. نعم، الذي استشهد عام 98 على يد أحد المستوطنين، طعن في 98. صحيح. وهذا كان الشاب، هذا لسه ما كان أبوه متجوز أمه، أنت فاهم علي كيف؟ يعني هذا وكان هذا لسه حامل، يعني ما كان في ولكن هو رضع هذا الثأر. هذا بدوي مرة أخذ ثأر بعد 50 سنة قالوا له استعجلت. هذول اليهود بفكروا أنه كل هالكلام هذا وكل هالحكي هذا وكل شيء حيخوفنا وحيرعبنا. أنا فأعتقد اليوم إسرائيل ناجحة إعلامياً وساقطة واقعياً،
أنا عمري ما شفت إسرائيل ضعيفة مثل ما هي الآن. كيف يعني نجحت إعلامياً؟ أنا بدي أقول لك نجحت إعلامياً، كل الإعلام معاها، كل الإعلام بيطبل وبيزمر، وهذولا يعني ضد الإنسانية وضد البشرية، وكأنه اليهود على حق وهذول الفلسطينيين مجرمين. هذا كله إعلام سخيف، وكله إعلام فاضي، وكله إعلام حكي فاضي، وكله كلام. والدلالة على ذلك الإسرائيليين نفسه، مش إحنا، لعنوا أبوه لبن غفير هذا لما أجا، قالوا أنت سبب المصائب هذه كلها. نعم. أنت سبب، وشرد من هناك ولا كان بدهم يضربوه، أنت سبب البلاء وفتحت علينا أبواب، شو اللي سويته أنت؟ هذا هو اللي أجالهم، بده يحطم وبده يذبح. لسه مش أصعب من شارون لما أجا. لما أجا شارون قلنا خلص المسح الفلسطينيين كلهم. في الأخير اللي وحد الفلسطينيين كانت في وقت مذبحة بدها تصير بين حماس وبين فتح. كانت بدها تصير حرب داخلية. نعم. اللي وحدها كندرة شارون لما دخل على الأقصى. لما دخل على الأقصى توحد كل توحدت الدنيا كلها وغيرت الدنيا كلها. والآن ما بيوحد الشعوب الشعب الفلسطيني كله على قلب رجل واحد، والشعوب العربية كلها. تركني من السياسيين، أنا بفصل بين السياسيين والشعب. ما في سياسي في كل العالم العربي عنده إحساس بالمسؤولية. ما في ولا سياسي عنده إحساس بأنه هذه فلسطين وهذه مقدسات وهذا إسلام، وكلكم حتروحوا على مذهب للتاريخ. لأنه الموقف مع فلسطين هو اللي حيخلد التاريخ، والموقف فلسطين فهو على مذاب للتاريخ مين ما كان يكون. هذه أرضنا، هذه مقدساتنا، هذه دمنا، هذه لحمنا، هذه حياتنا، هذه كرامتنا، هذه كل شيء فيها. ولذلك هذا الشاب العمر 13 سنة لسه اللي غيره بعرفش يقرأ في بالي، غير هذا الشاب بده أبوه بيخلوش يطلع على الشارع اللي بخاف عليه يضرب الشارع. هذا الشاب الفلسطيني هذا اللي قلب كل الموازين. إذا هو هذا شاب فلسطيني ما رضعش لسه حليب فلسطين كلها، ما رضعش عظمة فلسطين، ما رضعش قدس فلسطين، وهيك عمل. بدهم الجيل الثاني هذا يترك. هذا الجيل أخي اللي في فلسطين ما تربى عند مخابرات عربية، تربى على يد مخابرات إسرائيل، يعرفهم فاشلين بس زعمان، عرفوا الإسرائيليين أقوياء بس هذا اكتشفهم هذا العمر 13 سنة، وهذول اللي برموا الحجار، وهذول عرفوا شو قوة اليهود وشو هم اليهود. اليهود بعد 74 سنة من قيام دولة إسرائيل اللي بيعتبروها دولة، بعد 74 سنة بده هو يحط 10,000 جندي عشان يطلع الرايات تبعته لمدة ساعتين، وبده بن غفير هذا اللي أجا بكل هالدنيا كأنه ما حد بده حرر الدنيا وبده حرر كذا وشو، إلا بن غفير ما قدر يقعد أكثر من 13 دقيقة حتى يقعد وشرد إشراد. هو كان بيعرف حاله يمكن 15 دقيقة يمكن يقتل. أنا في اعتقادي عمره ما كان هذا الإسرائيلي ضعيف بهذا الشكل ومنهار بهذا الشكل، ولا يستطيع أنه يعمل ولا شيء، كله إعلام علشان بس يطمن جماعته. كل الهدف تبعه هو مش بسوي للفلسطين، هو كل الهدف تبعه بيطمن جماعته، لأنه إسرائيل يعني مبنية ما على عقيدة، ما مبنية ما على دين. أنا سأترك الأمر المتعلق بالجانب الإسرائيلي، سيجيبني عليه الآن ضيفي الذي ينضم إلينا من مدينة القدس المحتلة الأستاذ جلال رمانة الخبير بالشأن الإسرائيلي. مساء الخير أستاذ جلال. مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. إذن دعني أبدأ مباشرة في الإجراءات الانتقامية التي قررها الكابينت الإسرائيلي فيما يتعلق ب ما قال إنها الرد على العمليات، عمليات المقاومة الفلسطينية. اليوم نجد بأن هناك قرار بإغلاق فوري لمنازل منفذي العمليات من الفلسطينيين، يضاف إلى ذلك دعوة صريحة جدا للمستوطنين من أجل حمل السلاح، وأيضا تسهيل إجراءات الحصول على رخصة حمل السلاح. بن غفير قالها صراحة أمام كل مستوطن قتل على يد فلسطيني، سيكون هناك مستوطنة لربما في الدلالات من حجم هذه الإجراءات التي قررها الكابينت. كيف نقرأ الواقع الإسرائيلي اليوم؟ نقول السلام عليكم. وكيف تنشأ الثورات عند الشعوب عندما يكون هناك أغبياء في الطرف القوي، الطرف الكولونيالي، وبالتالي هم يسكبون الزيت على النار، فهذه الشرور كلها تحمل خيرات كثيرة. وإلا كيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يستيقظ وأن يعرف أن هناك عدوا يجثم على صدره يريد أن يعد عليه أنفاسه؟ نعم. والقائمة طويلة، من حصار لقطاع غزة، من اعتداء على المسجد الأقصى، من توسيع الاستيطان، من إلغاء الوجود الفلسطيني بالنسبة للسلطة الفلسطينية وتعمد إذلالها أمام شعبها، استمرار الاعتقالات والإعدامات الميدانية. لعل كل جيل يأتي في الشعب الفلسطيني هو أكثر وعيا من الجيل الذي سبق. وأنا أجزم بل أقسم بالله لو أن وعي الجيل الجديد، وعي جيل خيري علقم، كان يوجد ربعه لدى جيل 48، جيل آبائي وأجدادي عندما هجروا من يافا واللد والرملة، والله لما قامت إسرائيل.
لكن المعركة هي معركة وعي، فلا نلومهم لنحاسبهم على أدوات اليوم. هذا الشاب عمره 21 سنة، يحمل الهوية الزرقاء، الهوية الإسرائيلية، تل أبيب وإيلات مفتوحة بالنسبة له، يفترض بأنه من جيل الفيسبوك والبلاطين الممزقة، يفترض أن له صديقات يهوديات. نعم. من هذا يتذكر هذا الشاب أن جده قد استشهد في العام 1998، وهو يرى ما يحدث في الأقصى، ما يحدث في غزة، ما يحدث في كل فلسطين، وكأنه تخرج من أكبر كلية عسكرية بمسدس، استطاع أن يغير المخزن مرتين، أطلق 15 رصاصة فأحدث 15 إصابة منها 7 قتل. حقيقة أن هذه العملية هي واحدة من أخطر العمليات التي نفذت في تاريخ الصراع، وما لحقها وما يمكن أن يلحقها هي ضمن دوائر التحرير وإيجاد الثورة، أي الانتفاضة الثانية. لأن إجراءات العدو إسرائيل لا تمتلك إلا أن تفعل هكذا، لكن هذا بن غفير الذي ينتمي إلى ظاهرة الصوت العالي يبدو أنه لم يتعظ ولن يتعظ من سابقه ليبرمان. ليبرمان أعطوني وزارة الدفاع وخلال أيام معدودة سأنهي ملف قطاع غزة وسآتي بإسماعيل هنية والسنوار قتلى أو إلى السجن. أعطوه وزارة الدفاع أيضا، نتنياهو ذكي ويتذاكى عليهم، يضعهم كما يقال تحت القرار الحقيقي حتى يعلمهم السياسة أن الأمور لا تؤخذ هكذا بالعباطة كما نقول باللغة العامية. فإذا بغزة تذل ليبرمان ويعلن استقالته ولن يعود إلى وزارة الدفاع أي إلى العمل العسكري. بن غفير الآن قام بهدم البيوت غير المرخصة، طب يا غبي شو علاقة ذلك بالعملية الأمنية؟ تلك المسألة لها علاقة بقانونكم، فأنتم لا تصدرون تراخيص، والمسألة موجودة لدى المحاكم. أنت ستصنع من أبناء هذه البيوت المهدومة ثوارا، بمعنى أنه أنت قمت بتهجير ما لا يقل عن 100 شخص من 14 بيتا، فيمكن أن يخرج من 100 مثل واحد مثل خيري علقم ومثل غيره، على الأقل ينتقم لذاته، لا للأقصى ولا لفلسطين ولا لغزة، لذاته. أنه ثاني يوم وجد نفسه وإخوته الصغار على الرصيف في هذا الجو البارد. لكنه سبحان الله كما ذكرت لك هو سلاح الغباء، ييسره الله عز وجل للظالمين من أجل أن ينهك. جيد، ولكن ألا تلمس بهذه الإجراءات العقابية التي اتخذها الكيبينت؟ هناك حديث عن إغلاق منازل منفذي العمليات، لم يتحدث عن هدمها مباشرة كما كان يتم سابق. هنا هل تلمس في هذا تغير ما؟ اليوم شاهدنا الفيديوهات التي جاءت من الأراضي المحتلة ومن مدينة القدس تحديداً، قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تغلق بلحام الحديد أبواب منزل عائلة علقم، وقبل قليل أيضاً أعلنوا عن قرار بإغلاق منزل عائلة عليوات الفتى الذي نفذ العملية في القدس بالأمس. هل هذا يعتبر تطور لربما من أجل أن يحل مستوطنين داخل هذه المنازل الفلسطينية، ما يساهم في تغيير الخارطة الديمغرافية لمدينة القدس؟ لعلنا نفرق بين الحالتين. نعم. الحالة الأولى بالنسبة للشهيد خيري علقم، أنت تتكلم عن شاب بالغ كبير، هناك تتكلم عن طفل في كل معاني الدنيا طفل. بدل أن يأتي بن غفير ليغلق بابه، عليه أن يتساءل ما هي الظروف، ما هي الغباوات التي قمنا بها التي حولت طفلا يبحث عن طابة كرة قدم ليلعب بها أو عن دراجة هوائية ليصبح ثائرا. من أين أتى بالمسدس وقام بإطلاق رصاصات وأصابت الهدف أمام ضباط كبار، أحدهم ضابط في سلاح النضاليين؟ نعم. بدل أن يتساءل هكذا بصوت العقل وليقر بأنه يشكل قوة احتلال ويقدم مشروع سياسي يمكن أن يقنع الشعب الفلسطيني بالحد الأدنى لتعيش إسرائيل مدة ما في ظل هذا الحال، هو يهرب إلى الأمام كمن أمامه نيران ويهرب إلى الأمام. الآن لماذا قام بالإغلاق ولم يكن بالهدم؟ لأنه هو يريد أن يظهر بأنه يحترم القانون، وكون أن هذين البيتين يوجدان في مدينة القدس، بمعنى القدس الموحدة، بمعنى ينطبق عليها القانون الإسرائيلي
وليس قانون الطوارئ البريطاني في الضفة الغربية. فالهدم يجب أن يسير في مراحل معينة حتى يصل إلى إذن من المحكمة العليا. أما الإغلاق فيبدو بأن المسألة تحتاج فقط إلى إذن ما يسمى بالمستشارة القانونية للحكومة. وهذه الوقحة ماذا قالت لهم اليوم؟ اسمعوا، سأسمح لكم هذه المرة بإغلاق البيوت لمرة واحدة. المرة القادمة لن أنصح لكم، لن أسمح لكم. أي قانون هذا؟ فباختصار هي دولة احتلال تتصرف كمن يبلع منجلا. إذا هي سكتت يمكن أن هكذا تظن أن تشجع الانخراط في أعمال المقاومة، وإن هي عاقبت هي تسكب الزيت على النار. على كافة الأحوال يحاول هؤلاء السياسيون الإسرائيليين أن يطيلوا عمر المشروع الصهيوني بأكبر قدر من الممكن. والحقيقة أن بعد أن نفذت العملية وأنا أسكن في منطقة قريبة من مناطق القدس، عندما رأينا الخروج التلقائي لهؤلاء الشباب يوزعون الحلوى في الشوارع ويرقصون ويغنون ويغنوا أغاني الثورة والجهاد والمقاومة وأغاني غزة، تدرك حقيقة أن هذا الجيل فيه الخير الكثير، وهو جيل التحرير بإذن الله. وكما ذكرت بأن كل جيل يأتي هو أفضل من الجيل الذي سبقه، لأن المعركة بالدرجة الأولى هي معركة وعي. سأعود لك أستاذ جلال، تفضل بالبقاء معنا للحديث عن ما الأوراق التي تملكها حكومة بنيامين نتنياهو المأزومة اليوم في ظل وجود عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع تل أبيب بالتزامن مع زيارة لينكولن، زيارة بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة والتي استهلها اليوم بزيارة القاهرة. بالعودة للأستاذ مازن، أستاذ مازن، يعني لربما الحديث اليوم، هناك من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي تجد بأنه دائما ما يتمنى عودة العمليات الاستشهادية، ونحن شاهدناها من فترة ما بعد الثمانينات والتسعينيات أيضا إلى أنها توقفت بشكل كامل. ليدع هناك تساؤل كبير، ما الذي أوقف العمليات الاستشهادية على الرغم من أنها كانت موجعة حقا للاحتلال الإسرائيلي، وكانت قادرة أيضا على تحقيق ضربة قوية جدا في صفوفهم؟ بالتأكيد أن أي عملية وأي شكل من أشكال المقاومة يوقع خسائر في هذا الاحتلال الغاشم، بالتأكيد أن هذا يوجع الاحتلال. ولقد كانت العمليات الاستشهادية في مرحلة من المراحل هي ذات أثر من ناحية الخسائر البشرية كبير جدا. أيوة صحيح. هناك جهد استخباراتي على مستوى الكيان الصهيوني وعلى مستوى أكبر من الكيان الصهيوني، ولعل عمليات التطبيع مع الدول العربية أحد أهم السياقات التي فيها هي التعاون الأمني والاستخباراتي. وأيضا هذا العمل أيضا ينسحب على الضفة الغربية أيضا في مجال التنسيق الأمني. بالتالي هناك على الأرض ظروف ميدانية تجعل المقاومة تغير من تكتيكها حسب التحديات الموجودة. موضوع العمليات الاستشهادية في مرحلة من المراحل كان هو النمط السائد، وأعود وأقول أنه عندما كان هناك أيضا في تطور في العمل المقاوم صارت العمليات الاستشهادية بدون أن يكون هناك استشهاديين، وكان ذلك نمط في انتفاضة الأقصى، سبب إزعاج ووجع أكثر عند الاحتلال عندما ظهرت ظاهرة المهندسين. والمهندسين هي ظاهرة بدأت في الضفة الغربية، مهندس يدرب مهندس ويدرب مهندسين، بالتالي كان هناك جيل من المهندسين في المقاومة. هذا الجيل عمل على أيضا على تطوير نمط الاستشهادي ليصبح نمط غير استشهادي، عبوات مؤقتة عن بعد. وكان هذا أوجع وأقدم مضاجع الصهاينة. الآن بعد فترة أيضا هناك نوع وجهد كبير جدا استخباراتي يقام ضد المقاومة على أرض الضفة الغربية. الآن المقاومة غيرت من تكتيكها وبدأت أيضا في ظواهر، إذا جئنا إلى الوقت الحالي ظاهرة عرين الأسود في نابلس وكتيبة جنين، نمط آخر لم نعتد عليه وهو نمط المواجهة الكر والفر. نعم صحيح. وهذا أيضا أوجع اليهود، رغم أن أذهاننا مرتبطة بالعمليات الاستشهادية، أن هناك ما يشبه تقدم نحو نموذج غزة.
ويرهق أيضا في الضفة الغربية، يرهق للقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويرهق الاحتلال نعم يرهق الاحتلال. فالآن عندنا ظاهرة عرين الأسود، كتيبة جنين، هذه الكتائب التي تقوم على عمليات إطلاق النار، وهي أيضا تحقق إزعاج وتحقق أهداف في خط معين. وهناك ظاهرة الذئاب المنفردة، والذئاب المنفردة أيضا هي عبارة عن ظواهر فردية في مناطق معينة لا يتيسر فيها أمثال عرين الأسود أو عمليات الاستشهادية. بالتالي إحنا اليوم نحكي هناك ظواهر وأشكال للمقاومة، لكن كلها تصب في خط واحد، وهو ضرب المنظومة الأمنية. كل عملية هي ضرب للمنظومة الأمنية، وهي فشل لهذا العدو. الآن العدو ماذا بيده؟ حقيقة الآن بيده حتى القرارات اللي تفضل فيها الكابينت هي تركز على عملية الردع أكثر من عملية المنع. لا يستطيع منع هذه العمليات. فالآن بيجي بصير يحكي بدي يوصل رسالة لمن يفكر بأن يقوم بعملية استشهادية أو بعملية إطلاق نار أو بعملية، أنه سيدفع الثمن من خلفك أهلك، راح يفقدوا التأمين، راح تهدم البيوت، راح سحب جنسية الآن مشروع قانون. فبالتالي هم يفكرون أن هذا أننا لا نستطيع منع هذا الشاب المقاوم، فبالتالي نريد أن نعمل عملية ردع. ولكن بحمد الله تعالى نحن اليوم ليس أمام جيل شاب مقاوم، ولكن أيضا من وراء بيئة مقاومة. الآن بيستشهد الشاب وقوم بالعملية، تنهدم البيت، بتيجي أم الاستشهادي بتقول أو أم الأسير بتقول في ذاك هالحجر، مش مشكلة، ينهد بيت بيجي منبني بيت غيره. فبالتالي العدو حقيقة زي ما تفضل قبل شوي المحلل، هو يهرب إلى الأمام، ما في إيده شيء. يعني لما القدس، خيري علقم ابن القدس ويحمل الهوية والشرطة في كل مكان، وقرر أن يقوم بالعملية، قام بالعملية. اليوم لا أحد يستطيع أن يمنع إنسان يريد أن يقاوم ويريد أن يلحق خسائر بهذا العدو. وهذا الذي جعل اليوم لما إحنا دفعنا الثمن في مخيم جنين 9 شهداء، ما حد في العالم تكلم، لكن بعد ما بدأنا نرد، أجا وزير الخارجية الأمريكي وزير ومدير المخابرات الأمريكي، ونريد أن نحافظ على الهدوء في المنطقة. هو الهدوء وإحنا دماءنا بتصفك؟ لما إحنا منرد بيصير بدك تسوي هدوء؟ ليش ما حكيت في هدوء بعد مجزرة مخيم جنين؟ اليوم أنا بحكي لك ثقتي بالمقاومة عالية، أشكال المقاومة متعددة، وأيضا أنا بحكي لك الآن هناك مثل ما بدأت انتفاضة الأقصى بشكل مفاجئ، بدأت عمليات بشكل مفاجئ، أنا بحكي لك أيضا أنا أتوقع أنه معركة التحرير قديمة قريبة. أقول أيضا أنه توقعوا أنه تكون في هناك أيضا دخول للفصائل وللتنظيمات بشكل معين في هذه المعركة. أتوقع ممكن يكون في عمليات استشهادية، ممكن يكون في نمط جديد، لأن المقاومة عودتنا على أن تفاجئنا بتطوير عملية. سأتوقف عند هذه النقطة، ولكن بالعودة للأستاذ ظاهر. أستاذ ظاهر، يعني فيما يتعلق بالحالة التي شاهدناها، حالة شعبية كبيرة جدا، أشبه بليلة عيد كانت حسب ما وصفوها بعض من راقب مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفرح على ماذا يدل؟ على فشل مشروع التسوية ليس فقط، ومشروع السلام الذي أريد أن يفرض على الشعوب العربية، خصوصا مع الدول التي طبعت، إن كان من مصر، الأردن، ومن ثم اتفاقيات أبراهام وما لحقها أيضا. يعني أنا لما أشوف العالم العربي كله من محيطه إلى خليجه، واحد على كرة قدم على جول في المغرب، لأنه بده من جوا، بده نصر بجوا، مجهور هذا الشعوب مقابل زعماء العالم العربي كله. كل دول العالم اللي كان فيها ثورات كان في دول تدعم هذه الثورات. هذا الإعجاز الموجود عند الشعب الفلسطيني لم يمر على كل الكرة الأرضية. ما في دولة عربية ولا دولة أخرى وقفت مع هذا الشعب بحيث توقف كدولة ضد إسرائيل، ما وقفت. لكن كل الثورات في العالم، كانت الجزائر ولا كانت ثورة في فيتنام، كانت في دول تدعمها. هذا الإعجاز الحقيقي اللي إسرائيل معاها هذا العدو الصهيوني، قنابل الذرية وقنابل النووي وسلاح، والعملاء الفلسطينيين والعملاء العرب والعملاء المسلمين والعملاء الكرة الأرضية، وكل العالم معاهم، وبواجههم الشعب الفلسطيني. يعني أنا مش عارف هذه القدرة، صدقني لما تحطه على الكمبيوتر هذا الكلام لا يمكن يقبل الكمبيوتر هذا المنطق، إنه مرة أم
تحمل ابنها وهي تزغرت وحاملة جثمانه، ولد عمره 13 سنة يتعلم على سلاحه ويروح لحاله يسوي منظمة لحاله وجيش لحاله ووضع لحاله كلياته واحد. أنا في اعتقادي هذا الإعجاز الحقيقي اللي موجود، هذا موجود عند الشعب، وخلت كل الشعوب العربية في داخل قرارها هي مرتبطة مع هذا الشعب، لكن ممنوعة من حكامها، ممنوع يتصرفوا، ممنوع يعطوا، ممنوع يسوي. كيف هذا كيف بيبتدع هذه المقاومة هذا الشعب؟ هذا شعب عظيم لن يهزم مطلقا، لن يهزم. ولذلك اليوم اللي خايف مش الفلسطينيين، هذا لانه الفلسطيني ما شو ما كان يكون هو عنده في جنة وفي عنده نار وفي عنده موت، وبطل هذا الشعب يخاف الموت. هاي مشكلة اسرائيل، انه هذا الشعب بطل يخاف الموت. هذول الناس هم اليهود، شو ضيع له يموت؟ يعني هو اللي شو اللي ضيع له هو يموت؟ شو ضيع له يموت؟ لا هو بدروع الجنة عشان طريق هذا يدافع عنها، ولا هو وطن، ولا هي قومية، ولا هي شيء. بعدين الشيء الاخر، شوف اقول لك، احنا بنتفكر احنا بنطلع للمرحلة اللي احنا فيها، هذه القضية الفلسطينية اخي، كل واحد من أصل فلسطيني مرتبط في هذه القضية الفلسطينية مرتبط إنها وطن، أنت فاهم علي كيف؟ لكن كل إنسان مش من أرض، مش من أصل فلسطيني، يعني واحد أمريكي مش من أصل فلسطيني، واحد سعودي، واحد خليجي، واحد مصري، واحد سوداني، واحد من مكان يكون مرتبط بأرض فلسطين، مرتبط فيها عقيد ومبدأ. الوطن ممكن تخونه، ممكن يشوف ناس بتخون وطن، لكن ما واحد بيخون عقيدته ومبدأ. والله لو كل الشعب الفلسطيني وكل الشعب العربي ما صار ارتباط فلسطين وظل بس دولة واحدة في الدنيا عندها ارتباط كعقيدي في هذا الشيء. انتهت. بعدين ليش المشكلة احنا الاشي المشكلة اللي هم ما بفكروا انهم مجانين. طيب هاي الكنيسة وهذه الكنائس وهذه المقدسة للمسيحيين، وزي ما هي الاقصى والمسلمين للمسلمين. طب كل العالم المسيحي بده يحافظ على تراثه المسيحي اللي موجود في الارض المقدسة، وكل المسلمين انتم بدكم تهاجموا كل العالم العربي والاسلام المسلم والمسيحي بدكم كله ضده، وين رايحين انتم؟ هذول مجانين، هذول الناس ما عارفين شو بيسووا. طيب خليني اتوقف عند هذه النقطة، وبالعودة للاستاذ جلال. استاذ جلال، يعني لربما ياتي التساؤل اليوم في ظل الأزمة التي تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو، مما يصعب لربما مهمته في الاستمرار في وأد أي حالة نضالية فلسطينية، مع وجود دعنا نقول يعني لا يوجد هيكل واضح للعمل الفلسطيني المقاوم. تستطيع حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم ضربه بشكل يعني مباشر، لأنها كما قلنا بأنه عمليات فردية، حتى أن حكومة الاحتلال وصفتها بأنه وصفت من ينفذونها بأنهم ذئاب منفردة. في ظل هذه الأزمة، ماذا يملك بنيامين نتنياهو اليوم من أجل يعني لربما مواجهة العمل الفلسطيني المقاوم أكثر من القرارات التي اتخذها بالكابينت؟ لا يمتلك شيئاً كون أن هذه الحكومة هي حكومة استيطان، حكومة تفكر بتفكير اليمين، فلا تستطيع أن تغادر جلدها. قد يقول قائل، طب ما كانت حكومة حزب العمل وحزب الوسط اليسار لم يقدموا شيئا. نعم، هذا هو الفرق، بأن أولئك الناس قد وعدوا وفاوضوا ولم يقدموا شيئا. حكومة اليمين واضحة من البداية تقول لك أرض إسرائيل من البحر إلى النهر، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني إلا العمال الذين يعملون عندنا في المستوطنات وينظفون لنا شواطئ تل أبيب وحيفا، هكذا بشكل صريح. وبالتالي من أجل هذا الشعار هم يتخذون كل الإجراءات التنكيلية التي اتخذوها ويتخذونها. وماذا عساه أن يفعل؟ من الواضح بأن زيادة الضغط سيؤدي إلى زيادة الثورة، سيؤدي إلى كشف الوجه الحقيقي للاحتلال. بمعنى الفرق بين حكومة الوسط اليسار أنها امتلكت تصنيع مادة المكياج لتضعه على وجه الاحتلال القبيح لتجمله، أما هؤلاء فأزالوا المكياج فظهر وجه الاحتلال الحقيقي كما هو. فهذه المسألة يمكن أن تحرج إسرائيل حتى مع حلفائها كالولايات المتحدة، ليس لأنهم يريدون أن يعطوا الشعب الفلسطيني جزءا من حقوقه، بل لأنهم يخافون على إسرائيل من أن تبقى بيد هؤلاء المراهقين سياسيا الذين لا يعرفون معنى السياسة. نعم. اليوم كنت أستمع إلى مؤتمر صحفي لهذا بن جفير. حقيقة لو أنك أتيت بأي رجل من الشارع إسرائيلي يتكلم بشكل أكثر وعيا منه، أنت بالأمس كنت تترأس منظمة ما، اليوم أنت وزير، يجب أن تتكلم بمنطق الوزير، بمنطق المسؤول لو كان عنده الوعي. لذلك أنا أتصور أن هذه الحكومة لن تعيش كثيرا، أعتقد أن عمرها بات قصيرا،
ويمكن لنتنياهو أن يجد نفسه مضطرا إلى إعلان حكومة الطوارئ إذا ما استمرت هذه الأحداث. نعم. هذا أول احتمال. احتمال آخر كنت أقول إذا استمرت خلال الأيام القادمة عمليات كعملية علقم، فيمكن لإسرائيل لرفع معنويات الإسرائيليين وكخطوة للهرب إلى الأمام أن تهاجم غزة، مع علمها أن الهجوم على غزة يمكن أن يؤدي إلى حرب وتعود أيام الصواريخ والملاجئ. صحيح. لكن هي لا تمتلك بديلا عن ذلك، وقد تبدأ هذه الخطوة باغتيالات لشخصيات ورموز المقاومة. أعتقد أن رموز المقاومة متنبئون لهذه القضية. على كافة الأحوال الشعب الفلسطيني ليس عنده ما يخسره، هو أرضه محتلة، إن لم يبذل الغالي والنفيس فلن يستطيع تحقيق ولو الحد الأدنى من حقوقه، وإلا فليقبل الخنوع. وكما ذكرت أنه والله نشتغل عمال في المصانع الإسرائيلية التي بنوها على أرض آبائنا وأجدادنا سواء في 67 أو 48. نعم. ونعمل عمال نظافة لننظف لهم شواطئنا في تل أبيب ويافا، ويا دار ما دخلك شر. إما هكذا وهكذا بمسألة التحرير لا يوجد حلول وسط، إما أنك تريد ثورة وبالتالي تريد أن تدفع الثمن وتدفع الثمن، وإلا أن تخنع كثير من الشعوب التي خنعت فوجدت نفسها خارج إطار التاريخ بعد مدة. نعم، شكرا جزيلا لضيفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ جلال رمانة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من مدينة القدس المحتلة. وهنا ضيفي الكريمين أيضا تفضلا بالبقاء معنا، سنذهب إلى فاصل قصير وأنتم مشاهدين للحديث تتم فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تبتعدوا. طابت أوقاتكم من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج استوديو اليرموك، والتي نناقش فيها العمل الفلسطيني المقاوم يدفع الاحتلال الإسرائيلي لعض أصابعه. من جديد أرحب بضيفي الاستوديو البشمهندس مازن ملصة الأسير المحرر سابقا، مساء الخير من جديد بشمهندس. كذلك أرحب بالأستاذ ظاهر عمرو أمين ومؤسس حزب الحياة الأردني سابقا، مساء الخير أستاذ ظاهر. وينضم إلينا الآن من رام الله في الضفة الغربية المحتلة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب، مساء الخير أستاذ جهاد. نعم أستاذ جهاد، لربما يعني يأتي التساؤل هنا فيما يتعلق بصعوبة مهمة الاحتلال الإسرائيلي، أنه اليوم الفلسطينيون يعني بات لربما لديهم بشكل لا لبس فيه بأن عملية التسوية عبارة عن طبخة حصى لا طائل منها في ظل انسداد مسار العملية السياسية، وأنا أقصد بأنه عدم الوصول إلى التسوية. ولكن إلى أي حد هذا اليوم لربما يساعد في يعني مؤشرات جديدة تدفع الشباب الفلسطيني الذي كان يعني أفشل عملية الاستراتيجية الفلسطيني الجديد التي كانت تعتمد على قليل من الأعطيات الاقتصادية التي تقدم للفلسطينيين مقابل يعني الاستمرار على هذه الحالة دون تحصيل أي حقوق ومنافع حقيقية لهم؟ أولاً الفلسطينيون بشكل جماعي أن العملية لم تعد قائمة أو لم تعد مفيدة للفلسطينيين بعد 30 عاما على اتفاق أوسلو. نعم. وبالتالي الحكومة الإسرائيلية أو الحكومات الإسرائيلية لا تدرك إمكانية الوصول لاتفاق مع الفلسطينيين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالقوة، وهذا جربه الفلسطينيون في عديد المراحل وكذلك بالتجارب مع الحكومات الإسرائيلية سواء في لبنان أو في قطاع غزة وكذلك
ما كان في الانتفاضة الأولى. وبالتالي هناك عوامل إضافية أدت إلى إشعال هذه الانتفاضة أو موجة المواجهة العنيفة إذا جاز التعبير، منها ما يتعلق بالإحباط الفلسطيني من عملية سياسية ومن غياب الأمل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالطرق السلمية أو من عبر المفاوضات المتوقفة منذ عام 2014 عمليا، أي منذ تقريبا 8 سنوات. الأمر الثاني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار إجراءاتها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في حصار قطاع غزة أو بعمليات القتل والاقتحامات التي تقوم بها للمخيمات والمدن الفلسطينية وبشكل رئيسي مدينة جنين ومخيمها وكذلك مدينة نابلس ومخيماتها. الأمر الثالث المتعلق ب اعتداءات واقتحامات المستوطنين تحت رعاية شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، وهناك تخوف لدى الفلسطينيين من إمكانية تكرار تجربة الحرم الإبراهيمي من خلال تقسيم الزمان والمكان، أي السيطرة على المسجد الأقصى الذي هو درة التاج بالنسبة للفلسطينيين. نعم صحيح. هذا الأمر أدى إلى زيادة في زيادة نسبة التأييد للكفاح المسلح في الضفة الغربية في استطلاعات الرأي الأخيرة في شهر 9 الماضي وكذلك شهر 12. أبدى أكثر من نصف الفلسطينيين تأييدهم للكفاح المسلح، وأيد حوالي 75% من الفلسطينيين أيضا الظواهر العسكرية مثل عرين الأسود في نابلس وكذلك كتيبة جنين في مدينة جنين. وبالتالي هناك رغبة أو تأييد واسع لدى الفلسطينيين للمواجهة. لم تدرك الحكومة الإسرائيلية هذا الأمر. طبعا هذه الرغبة بالمواجهة ناجمة عن عديد المسائل اللي ذكرتها قبل قليل، وبالتالي لم يعد لدى الفلسطينيين، عندما نسألهم على سبيل المثال في استطلاعات الرأي يقولون بأن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئا، أكثر من نصف الفلسطينيين قالوا أنها أصبحت عبئا وأنهم لا يرون دولة فلسطينية في الخمس سنوات القادمة. وبالتالي هذا الإحباط العام لدى الفلسطينيين وغياب الأمل أدى إلى تعزيز المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي. ما حدث في مدينة جنين الخميس الماضي كان نقطة تحول نوعية في طريقة أو في طرائق عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وشعر الفلسطينيون بأن الظلم بات طاما وأن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لا تميز بين شيخ أو امرأة أو طفل أو مقاوم. وهذا الإحباط جرى يوم الخميس وكان ينذر بمواجهة واسعة. ويوم الجمعة مساء بالعملية التي سرت بالنبي يعقوب وهي مستوطنة قائمة على أراضي القدس، نعم صحيح، رأينا تأييدا واسعا واحتفالا من قبل قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني في مراكز المدن والبلدات وحتى في مدينة القدس التي هي تحت السيطرة التامة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ورأينا المواجهات تشتعل من جديد مع الاحتلال وقواته والمستوطنين، الأمر الذي ينذر بتوسع المواجهة المستمرة على الأقل في آخر موجة هي منذ مارس الماضي، وهذه الموجة تتصاعد أحيانا وتخفو أحيانا أخرى، لكن في طابعها أن المقاومة المسلحة هي الأكثر بروزا في هذه المواجهة عن المواجهات السابقة. وأريد أن أذكر بأننا دخلنا عدة موجات منذ عام 2015 كان فيها عمليات الطعن والدعس والمظاهرات الشعبية وغيرها، وأحيانا قليلة الاستخدام الأسلحة النارية. نعم، ولكن في ظل هذه المعطيات التي تتحدث عنها أستاذ حرب، يعني إلى أي حد اليوم نحن أمام فلسطيني نما لديه حس المبادرة الفردية ليتجاوز حالة أو عقدة انتظار إن كان السلطة الفلسطينية للوصول إلى حل سياسي أو فصائل المقاومة هنا من أجل الوصول إلى حالة من الردع وكف يد الاحتلال، إلى أي حد نما هذا الحس في ظل هذه المعطيات التي تتحدث عنها الآن؟ يعني من أشاهده منذ عام 2015 إلى اليوم هناك عمليات فردية لا توجد للتنظيمات السياسية الفلسطينية يد فيها بالمعنى القرار. قد يكونوا مدعومين من
الفصائل، قد يكون من أبناء الفصائل الفلسطينية، لكن لا يوجد قرار تنظيمي سياسي باتخاذ مثل هكذا عمليات. وهذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هناك الشبان الفلسطينيين لديهم خلال السنوات الأخيرة عزوف عن الانتماء إلى الأحزاب السياسية، لكنه لا يوجد عزوف عن حب الوطن وعن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نرى أن العمليات الفردية وأن المجموعات المحلية التي نشاهدها مثل عدين الأسود على سبيل المثال في مدينة نابلس، هي مجموعة محلية تتشكل من أفراد ومن أبناء تنظيمات مختلفة. صحيح. هدفهم الرئيسي والأساسي هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. نعم. مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عندما يقتحم مدينة نابلس هم والمستوطنون، وبالتالي هذا الانتماء لفلسطين هو انتماء متجدد لدى الشعب الفلسطيني بكافة أفراده. يعبر الأفراد عن طاقاتهم وعن قدراتهم بأشكال مختلفة، منهم من يقومون بعمليات مسلحة، ومنهم من يقومون بعمليات دعس أو طعن أو غيرها، ومنهم من يقوم بتطوير أدوات ثقافية لدحض الرواية الإسرائيلية ولتعزيز الرواية الفلسطينية. نحن نقول بأن جميع الشبان الفلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو انتماءاتهم العرقية أو الطائفية أو الثقافية، هم مجندون لخدمة الوطن بطرائق مختلفة ومتعددة. الأهم هو في ظني أن نكون موحدين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. جيد، سأعود إلى هذه النقطة أستاذ جهاد، سأعود إلى هذه النقطة لأهميتها في ظل الحالة الفلسطينية اليوم وحالة التشتت التي نجدها. كيف بالإمكان أن يعني تجاوز هذه المعضلة ومواجهة حكومة مأزومة، وأنا أقصد هنا حكومة بنيامين نتنياهو؟ ولكن بالعودة لضيفي هنا في الأستوديو البش مهندس مازن. بش مهندس مازن، يعني تصريح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق قال إننا لا نرى في الأحداث الحالية تشابه مع الانتفاضتين الأولى والثانية، لأننا لا نرى أي قائد يقود تلك الأحداث، وهو يقصد هنا العمليات المقاومة، العمليات البطولية. هل من تشابه في ظل المعطيات التي نتابعها الآن؟ هناك من تشابه من حيث الأجواء ومن حيث لربما الدوافع من أجل تصاعد العمل الفلسطيني المقاوم في ظل كل هذا التصاعد الجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والاستيطان التي بات يقدم الأراضي الفلسطينية ولم يبقي شيئا منها؟ يضاف إلى ذلك التعدي على المسجد الأقصى المبارك وشرعنة الاقتحامات، حتى وإن كان يعني من غير ما أن يعطي المشروعية القانونية، ولكنه فرضه كأمر واقع على المسجد وعلى المصلين. الكلام اللي تفضلت فيه يشير إلى أن هذا الشعب الفلسطيني كلما زاد الحصار عليه والتضييق عليه، كلما تفجرت من أعماقه صوت المقاومة. يعني مش كل ما زاد محاولة خنق الشعب الفلسطيني يستكين أو يلين. هذه المعادلة اللي العدو الصهيوني يحاول أن يفرضها، بمعنى أنه سياسة العصا والجزرة. في مرحلة من المراحل حاولوا أن يفتحوا الموضوع العمالة داخل الاحتلال بحيث يجذبوا الشباب الفلسطيني إلى العمل بعائد مادي باهظ جدا، يعني مقارنة بالعمل داخل مناطق الضفة. أيضا كان هناك نوع من حتى محاولة عمل مثل شعار دايتون، الإنسان الفلسطيني الجديد اللي بدنا نغسل دماغه. وكان هناك فترة أيضا محاولة لربط الشعب الفلسطيني بالقروض والمادة، قروض الشقق وقروض السيارات، ومحاولة أن مثل ما هم بيحبوا المادة ويعبدوا المال، أرادوا أن يستنسخوا على شعبنا الفلسطيني. وأيضا أرادوا أيضا من خلال موضوع التنسيق الأمني أن تكون هناك حرب أهلية، أو أن يكون هناك خط أمامي لمحاولة مواجهة المقاومة في مواقعها. وحقيقة إنه شعبنا الفلسطيني أحبط كل هذه
المحاولات وباءت بالفشل. اليوم الاحتلال يواجه جيل تفلت من كل القيود. هو هذا الجيل بهذه الأعمار لم يعش أوسلو ولم يعترف بأوسلو ولا بالسلام وإلى آخره، لم يعش موضوع دايتون ولا يعترف بدايتون ولا يعترف بالعقلية ولا يعترف أيضا بموضوع هذا الاحتلال وإلى آخره. الآن الاحتلال يواجه جيل، وهذا أيضا موضوع خطير للغاية. إذا كان الاحتلال بقول إنه المواجهة اليوم تختلف عن سابقتها، إحنا بنحكي نعم هذا شكل جديد، لكن هذا الشكل الجديد يؤشر إنه اليوم الشعب الفلسطيني أدرك إنه رغم أنه في الميدان وحده الأنظمة العربية تهرول نحو التطبيع، بمعنى هو محاولة أيضا محاولة للاحتلال لإيصال رسالة اليأس والإحباط في نفوس الشعب الفلسطيني والمقاومة إنه ظهركم مكشوف. التنسيق الأمني في الضفة الغربية محاولة لإشعار المقاومة إنه أنتوا كمان في الداخل محاصرين. رغم هيك، رغم كل هذه خلينا نحكي المؤامرة على هذه المقاومة، اليوم مثل ما تفضل الأستاذ إنه اليوم وإن كان اليوم الشاب الفلسطيني المقاوم غير منتمي ظاهريا لفصيل أو تنظيم، لكنه اليوم في عندنا وعي أمني والحمد لله في تطور. اليوم اليوم في حتى عند المقاومة تطور أمني، عند الشعب تبعنا تطور أمني لمواجهة الاحتلال. اليوم بيعرفوا إنه إذا في خلية من 3 أو 5 واستخدام للهاتف معناته انكشفت. فاليوم في الظاهر إنه هناك فش فصائل، لكن من قال إنه الفصائل والثورة هي تنظيم؟ وأنه الانتماء لفلسطين والجهاد والمقاومة لا يتم إلا عبر عناوين معتادة. اليوم أحد الأمور الإيجابية والقوية والموجعة في الاحتلال أنه اليوم الوعي الأمني عند شبابنا صار قوي. اليوم الشاب يتكتم، أقرب الناس إله ما بيعرف، يخطط العملية بشكل فردي، يحصل على السلاح، يقرر يحدث الخسائر بغض النظر عن الطريقة، هي باسم فصيل ولا باسم فردي، ذئاب منفردة ولا تنظيم، المهم النتيجة. المهم النتيجة إنه اليوم الاحتلال قاعد بحاول إنه يفكر كيف بده يوقف هذا الشعب عند، وهذا ما يصعب مهمته. هذا ما يصعب. ولكن أنا أؤكد أيضا أن أقول للاحتلال إنه الشعب الفلسطيني يحضر لك ما هو أشد من ذلك، وشبابنا وفصائلنا لن تقف مكتوفة الأيدي، وأفضل رد على التطبيع والتنسيق الأمني شعبنا اليوم. شعبنا اليوم يرد على التطبيع والهرولة العربية نحو الكيان الصهيوني، ويرد على التنسيق الأمني بالميدان بضرب العدو. لكن الرئاسة الفلسطينية أعلنت أو اتخذت قرار فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني، هذه نقطة سأسأل عنها. الإدانات العربية الإدانات العربية والتنسيق. اليوم الشعب الفلسطيني يوجه الضربة نحو العمق الصهيوني في رد على هاي تمام. أستاذ ظاهر، لربما يعني هناك شاهدنا هناك فجوة ما بين الموقف الرسمي وما بين الموقف الشعبي الأردني، والذي له لطالما كان موقفا شعبيا مشرفا وداعما للقضية الفلسطينية ولمقاومتها ولصمود شعبها. اليوم كيف تقرأ هذه الحالة والالتفاف الشعبي الأردني في ظل وجود بيان، هذا البيان أدان مقتل المدنيين الإسرائيليين، وللمرة الأولى هناك قرأ يعني شيء خطير في بيان وزارة الخارجية الأردنية عندما قالت المدنيين الفلسطينيين. يعني الأردن هل نفهم من ذلك بأنه بات يميز ما بين الشعب الفلسطيني ما بين مدني ومسلح، وأنا أقصد هنا المقاومة الفلسطينية؟ أخي أقول لك شغلي، ما في زعيم سياسي في العالم العربي حر، كله محكوم بإسرائيل، وما واحد بيقدر يسوي شيء لصالح إسرائيل لأنه هو واقع تحت سيطرة تحت هيمنة. إحنا أحرار، الشعوب العربية حرة، الشعب الفلسطيني أكثر شعب في العالم حر، لأنه بيواجه عدو وهو العدو. أنا ما بعدو، مش عدو المطبع ولا البصير بيان، هذا مش عدوي، أنا عدوي رأس الأحية، رأس الأفعى، رأس الأفعى هذا العدو الصهيوني على الفلسطيني التاريخية. والآن هذا اللي بوجع هذا العدو هو الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين. البيانات اصلا لما قبل ما تتاسس اسرائيل كانت هذه كانت مؤسسه. احنا عاجلين بدنا نقعد نحكي الحين، هذول ناس مساكين
حكامنا مساكين محكومين مش بخاطرهم. يعني في واحد بيقبل يكون حقه خائن ولا حده مش حر مش محبوب من شعبه؟ جيد، ولكن لما لا تتماهى مع مواقف ما بيقدر يتماهم؟ والله اللي بده يتماهى. انت رايت يعني يوم الجمعه مسيره وسط البلد و خليني اقول لك انا يوم الجمعه تبعها من فعاليات شعبيه ايضا في لانه الشعب حر مع انه في قيود. ولكن انا في اول مظاهره في اول تجمع كان اردني في الشارع كان يوم الجمعة الفاتت أنا حضرته، كان في عشرات الألاف من الناس، ألاف الناس كلها كانت موجودة، وحتى إمام المسجد كان مختلف تماما، وحتى الكل كان مختلف. ولذلك هذا قبل ما تصير عملية القدس، يعني وإحنا مهزومين ومقتولين، وكان هذا الشعب حيوي ومتفجر في داخل نفسه باللي صار في جنين. يعني تخيل هذا لو كانت أجت بعد عملية القدس كان يمكن 100,000 واحد نزل على الشارع. قصدي أقول لك الشعوب العربية شعوب حرة وما بجمعها للقضية الفلسطينية. السياسيين الفلسطينيين السياسيين العرب كلهم من محيط لا يمكن نركن عليهم، ولكن هم مش بخاطرهم، هذولا مساكين هم يحزن عليهم. مش هو بتحس أنا بحسوش عدو هذولا، لأنهم أقل ما يكون أعداء. العدو هو هذاك المجرم الصهيوني هذاك. أنا ما مشكلتي، أنا مشكلتي مع عدو بده. أقول لك هذا عدو شو بده في النهاية؟ شو بده؟ والله بده الكعبة تصير تدخل تصلي فيها، انت فاهم علي كيف؟ بالشكل تدفع له عشان تقدر تصلي. هذا هو المجرم، هذا عدو الإنسانية وعدو البشرية وعدو البشرة. والله لن ترجع للعرب كرامتهم ولا للإسلام كرامتهم مطلقا إذا ظل واحد صهيوني بحكم في كل أرض فلسطين التاريخية. ولذلك هذا عدو وجود، هذا ما له فائدة. الآن أنا بدي أتكلم احنا بدنا نحكي عن المقاومة، نحكي عن ايش صار. بس مين كان يتوقع سيف القدس؟ مين بتوقع كان سيف القدس؟ ولا واحد في الكون كان يتوقع سيف القدس. قلبت موازين الدنيا كلها وقلبت كيان إسرائيل كله بحيث في أمريكا مظاهرة واحدة من الأمريكان 250,000 إنسان طلع فيها في علم فلسطين. اليوم هذا إحنا بنتكلم عن مقاومة فردية، بس اليوم في مقاومة في غزة، في مقاومة في إيران، في مقاومة في حزب الله، في مقاومة في كل المناطق الثانية. إحنا بالنسبة لي أنا ما عندي عدو أخي إلا العدو الصهيوني. أنا شيعي ولا سني ولا شيوعي ولا كذا ما بهمني. المهم اللي بقاتل هذا العدو واللي بيشتغل مع هذا العدو، هذا عدو وجود لكل البشرية مش بس للشتر. ولذلك اليوم إحنا ما دخلنا العنصر المسيحي في مسيرتنا، ما دخلنا العنصر الشيعي في مسيرتنا، ما دخلنا العنصر الشيوعي في مسيرتنا. واليوم اللي شتال أقول لك شغلي، اليوم العالم تغير، اليوم بوتين غير كل المقلب كلياته، جماعتنا كلياته ملزقين الحين في أمريكا، وأمريكا في ضياع، وأوروبيين في ضياع، ما بنعرف شو بده يصير في المستقبل. أنا بدي أقول لك شغلي النهائي، والله عمري ما كنت متفائل في القضية الفلسطينية مثل ما هي الآن. وإحنا مش عدونا الآن، هذا هو اللي احتل أرضنا. عدونا اللي هو بده إشي أكبر من فلسطين وأكبر من الأردن. عشان هيك لأول مرة اجتمعنا أنا على إشي صار اسمه القضية الأردنية. إحنا كنا زمان نسمع القضية الفلسطينية، لكن الآن في قضية أردنية، لأنه صار يتحدث عن الهاشميين بدهم إياهم في الوصاية الهاشمية، وبده هذا وطن بديل، وبده هذا، فصار عندنا قضية أردنية. لما يلتحم الشعب الأردني والشعب الفلسطيني وتصير القضية مشتركة واحدة، مع إنه كل الشعوب العربية وجهتها القضية الفلسطينية، بس في فرق بين ما يكون كل الشعب الأردني مسلح، أنت فاهم عليك من أول آخر مسلح. هذول اللي شو بدهم يسووا في الأخير؟ طالما أنك تتحدث عن الحالة الشعبية الأردنية، اسمح لي أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف، الزميل الصحفي حبيب أبو محفوظ. مساء الخير أستاذ حبيب، يعني حدثنا عن مجمل الفعاليات الشعبية الأردنية المناصرة للمقاومة الفلسطينية ولصمود الشعب الفلسطيني، والتي يعني شهدتها المملكة منذ يوم الجمعة والسبت وحتى استمرارا إلى اليوم. تفضل حبيب. نعم بسيم، في حقيقة الأمر الفعاليات التي انطلقت من هنا من الأردن للتعبير عن الموقف الأردني المتجدد والداعم للقضية الفلسطينية والداعم للمقاومة الفلسطينية هو ليس بغريب على الشعب الأردني بكافة أطيافه وأحزابه ونوابه. وبالتالي التحمت الجماهير الأردنية أولا من خلال الاعتصام الذي كان أمام السفارة الإسرائيلية أو الصهيونية في منطقة الرابية في عمان بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الأردن، وصولا إلى المسيرة التي تابعناها جميعا. هذا طبعا الأسبوع الماضي. أما فيما يتعلق بيوم الجمعة أول أمس، كان هناك مسيرة دعت لها الحركة الإسلامية من وسط البلد، وذلك رفضا للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين، والتي أدت إلى ارتقاء 10 شهداء في الضفة الغربية. وبالتالي كان هذا التفاعل الجماهيري إضافة إلى الموقف الصهيوني، موقف حكومة بنيامين نتنياهو الذي يستهدف الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وبالتالي هبت الجماهير الأردنية للدفاع عن هذه الوصاية، هذه وصاية أردنية خالصة
وبالتالي بالمناسبة يعني هناك أمام الكنيسة قانون سيتم النظر به يتعلق بإنهاء الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل الأردن لتكون وصاية إسرائيلية، وبالتالي الجماهير الأردنية عبرت عن موقفها الغاضب والرافض لهذا الأمر من خلال الخروج إلى الشارع في وسط العاصمة عمان ولبت دعوة الحركة الإسلامية في هذه المسيرة. بعد ساعات كانت العملية البطولية للشهيد خيري علقم في منطقة في إحدى مناطق القدس الهامة، وبالتالي الجماهير الأردنية مرة أخرى لكن اختلفت حالة الغضب إلى حالة فرح وسرور انتقاما لمجزرة جنين والتي جاءت بعد أقل من 24 ساعة على هذه المجزرة من خلال هذه العملية البطولية والتي ذكرتنا بعملية علاء أبو دهيم. على أي حال كانت الجماهير الأردنية مرة أخرى بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وبالمناسبة بعد ساعات من العملية أو بعد ساعتين كان هناك توزيع للحلوى في منطقة الرابية مكان تواجد السفارة الصهيونية، وبالتالي في هذا دلالة على أن الشعب الأردني يرفض ويلفظ هذه السفارة ووجودها على الأرض الأردنية في الكلية، وبالتالي جاءت دعوة الملتقى الوطني وكذلك الحركة الإسلامية من خلال المسيرات التي شاهدناها يوم أمس السبت في الزرقاء وكذلك في البلقاء مخيم البقعة وكذلك في عدد كبير من المناطق في العاصمة عمان، ووصولا إلى العقبة أقصى جنوبي الأردن، وقفات ومسيرات وفعاليات وتكبيرات العيد ابتهاجا بالانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية من خلال الشهيد المقدسي خيري علقم. إضافة إلى ذلك يعني المسيرات لم تتوقف أو الفعاليات لم تتوقف على رفض وجود السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية اليوم، يعني بعد أو في تمام الساعة السادسة كان هناك اعتصام بالقرب من السفارة الإسرائيلية للأحزاب اليسارية والقومية، وبالتالي هذا يؤكد على لحمة واحدة للشعب الأردني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كلهم يجمعون على قضية القدس وكذلك على القضية الفلسطينية. والأراء كلها تنصهر أمام القضية الفلسطينية. أنا هنا أتحدث عن المواقف الشعبية. أيضا لابد أن نشير إلى مواقف البرلمان، يعني عدد من النواب الأردنيين كان لهم موقف غاضب من بيان وزارة الخارجية الأردنية والتي قالوا من أن هذا البيان ساوى ما بين الجلاد والضحية، ومن أن البيان يعني وصف الذين قتلوا في عملية القدس من أنهم مدنيين وأن الأردن يرفض استهداف المدنيين من الجانبين، وبالتالي كانت المواقف غاضبة إزاء هذا الأمر لأن العملية تمت في القدس والقدس تقع تحت الاحتلال، وهذا الاحتلال يستهدف الأردن كما يستهدف فلسطين، وبالتالي الشرائع الدولية كفلت للشعب الذي يقع تحت الاحتلال من أن يقوم بالدفاع عن نفسه وعن أرضه وبالمقاومة المشروعة التي ينتهجها كخيار وحيد لإنهاء هذا الاحتلال، وبالتالي هذا الموقف الأردني يجب أن يكون متقدم وليس متراجع إلى الخلف. عبر عن ذلك عدد من النواب منهم الأستاذ صالح العرموطي وكذلك منهم الأستاذ خليل عضية الذي وصف البيان بأنه معيب. نعم وصلت هذه الصورة، شكرا جزيلا الزميل الصحفي حبيب أبو محفوظ، كنت معي عبر الهاتف مباشرة. بالعودة إلى رام الله، أستاذ جهاد، لربما يعني اليوم بحسب المعطيات كل المؤشرات تقول إن السلطة الفلسطينية تعيش في أصعب حالاتها، ولكن هل بالإمكان أن تستثمر هذه الأجواء الصعبة السلطة الفلسطينية؟ هل الأستاذ جهاد معنا؟ إذن نحن فقدنا الاتصال مع الأستاذ جهاد حرب من رام الله. بالعودة إلى ضيفي هنا في الأستوديو باشمهندس مازن. نعم باشمهندس مازن، يعني لربما هناك كثير من الأسئلة بحاجة لإجابات، ولكن العامل الفاعل هو الفعل المقاوم على الأرض. ما الذي يذكي هذا الفعل في ظل وجود انقسام وإنشقاق فلسطيني وعدم توحد رؤية، في ظل يعني الجانب الفلسطيني لازال مؤمن بأنه يكون هناك في عملية تسوية والوصول إلى السلام والجلوس على طاولة المفاوضات مع العدو الإسرائيلي؟ بداية أنا لا أرى أن هناك انقسام، هناك إجماع على مستوى الشعوب، سواء الشعب الفلسطيني أو شبه، يعني خلينا نحكي شبه إجماع،
على مستوى الشعب الفلسطيني وعلى مستوى الشعوب العربية والإسلامية على تبني خيار الجهاد والمقاومة كخيار وحيد لإزاحة هذا الاحتلال، وخاصة بعد التجربة المريرة في موضوع ما يسمى بالسلام، هو حقيقة استسلام شراء للوقت لقضم مزيد من الأراضي والاستيطان، وظهر أنه كان ما يسمى بالسلام مع السلطة هو أيضا جسر للعبور للتطبيع مع دول عربية و فقط لجني ثمار بدون دفع أي ثمار. نعم، ولكن الحالة اليوم تبدو مختلفة. يعني البيانات الإدانة العربية تقول للسلطة الفلسطينية أنتم اليوم وحدكم، فهل من الطبيعي أن تبقى السلطة الفلسطينية وباقي الفصائل على هذا الخلاف وعلى هذه الحالة من الانقسام؟ أنا أرى أن كل العالم في كفة، والقرار في الميدان للشعب الفلسطيني في كفة أخرى، ليخططوا ما شاءوا وليعقدوا اتفاقيات وصفقة ترامب والقدس والسلام والتطبيع. عندما الشعب الفلسطيني لا يقبل الاستسلام والضيم ويضرب هذا الكيان الصهيوني في العمق، فإن هذا هو العامل الوحيد المؤثر في موضوع حسم هذا الصراع مع العدو. لذلك أقول اليوم العدو الصهيوني فتح جبهة في المصرى وفي المسجد الأقصى، وبن غفير يقتحم المسجد الأقصى، وفتحوا أيضا جبهة مع الأسرى داخل سجون الاحتلال وفرض عقوبة الإعدام. اليوم الأسرى يعلنون حالة مقاومة وتعبئة لمواجهة الاحتلال وهم داخل سجونهم ومعتقلاتهم. اليوم المطلوب هو فتح جبهات، وهذه الجبهات يجب أن تساعد شعبنا الفلسطيني حتى لا يبقى وحده في الميدان. لا، يجب على الشعوب العربية بغض النظر عن الأنظمة وإداناتها وبياناتها، يجب على الشعوب أن تفتح جبهات في الشوارع، يجب أن تشكل عامل ضغط على هذه الحكومات أن تتبنى المقاومة والجهاد ودعم الشعب الفلسطيني. واليوم يجب أن نبدأ بأن نرفع السقف دعم الشعب الفلسطيني، يجب أن نتحدث عن المال وعن السلاح، لما لا؟ هم يتقدمون باتجاه خطوات تطبيعية وانبطاح ولا يخجلون، لماذا نخجل نحن اليوم من رفع سقفنا؟ وأي نعم، لا يجب أن يبقى الشعب الفلسطيني يواجه هذا العدو الصهيوني وفقط نتحدث ونتغنى بالمقاومة، مع أن المقاومة وشعبنا يقوم بدورهم، لكن إحنا كشعوب يجب أن نبدأ أن نفكر برفع مستوى الحديث والخطاب على مستوى النقابات وعلى مستوى الأحزاب والنخب. يجب أن نبدأ نطالب الأنظمة ليس فقط بوقف التطبيع، إحنا بدنا نقول لهم لا، بدنا ندعم الشعب الفلسطيني بالمال والسلاح، ويجب أن نبدأ نعد العدة أيضا لمواجهة عسكرية شاملة مع هذا العدو، لما لا؟ فلذلك اليوم إحنا في الأردن يجب أن تبقى هذه المسيرات وهذه الفعاليات موجودة. على مستوى السلطة الفلسطينية اليوم العدو حتى يحاول أن يضغط على المقاومة من خلال خصم مخصصات الأسرى، عائلات الأسرى والشهداء. أيضا إحنا اليوم لا يجب أن نبقى فقط نقول ننتظر غزة، غزة تقوم بدورها في الوقت المناسب، لكن أين بقية الجبهات؟ يجب أن تقوم الشعوب والدول، الشعوب، أقول الشعوب لأنه اليوم إحنا غسلنا إيدنا من الأنظمة، يجب أن تضغط الشعوب على الأنظمة حتى تكون باتجاه بوصلة المقاومة. المقاومة اليوم، نعم اليوم المقاومة على المستوى الفردي وعلى المستوى الفصائلي، اليوم توحدنا المقاومة. اليوم من يتحدث أن هناك انقسام أقول له ليس هناك انقسام، اذهب إلى عرين الأسود، اذهب إلى أبناء الفصائل في البلدة القديمة. تمام. في نابلس، يعني ماذا تجد تريد الوحدة. أن تقول في هذه النقطة، لأنني سأنتقل إلى الأستاذ ظاهر ليختم معنا. أقول أنا باختصار، المقاومة اليوم تقوم بتوازن الرعب. الاحتلال يحاول أن يوجد توازن رعب بهدم البيوت، بسحب الجنسية إلى آخره، لكن المقاومة اليوم تقوم بتوازن رعب، بمعنى أن دماءنا ليست رخيصة، دماؤكم مقابل دماءنا. المقاومة اليوم أيضا تعمل على تطوير إمكانياتها شعبنا على المستوى الفردي، لكن نقول أن أيضا الفصائل يجب أن تبحث بتطوير وسائل المقاومة على المستوى الفصائل. جيد. وأيضا أقول أنه يجب في النهاية كلنا أن نتحدث بصوت واحد، لا يجب أن نبقى
نقول المقاومة الانتفاضة الثالثة قادمة، العمليات الاستشهادية قادمة، وتطور في وسائل المقاومة قادم، لكن أقول نحن كشعوب جيد. يجب أن يكون لنا هذه دور. هذه النقطة، إذا نحن كشعوب أو الشعوب يجب أن تكون لها كلمتها. هل بالإمكان أن تقدم الشعوب أكثر مما تقدمه من رفع شعارات وهتافات ومسيرات؟ يعني أنا ما بتعرف شو اللي بيجي في المستقبل، ما بتعرف شو فيه، ما بتعرف الحرب الأوكرانية شو حيكون تطوراتها الأخرى، ما بتعرف المقاومة في غزة والمقاومة في لبنان والمقاومة في إيران والمقاومة في... ما بتعرف شو اللي بيصير. أنا في اعتقادي إنه الركن إذا بنركن على الشعوب العربية اللي هي مقموعة في حريتها ومقموعة في أرضها، إحنا بنقدر نودي سلاح، بقدر دولة عربية واحد يودي فشكة لفلسطين، بقدر يودي حتى مصاري، بتقدر تودي فلوس. بديش أحكي أنا كلام كثير زيادة، لكن إحنا أنا عمرهم لا توحدت الفصائل، الفصائل المقاومة هي الموحدة، فتح وحماس والجهاد والشعبية وكذا في غزة موحدين، وشوف شو سووا في العدو الصهيوني. إحنا ما بدنا القرارات السياسية توحد، الله يجعلهم ما يتوحدوا، لأنه التوحد دور عم خطر، ما حد توحد. أنا بدي واحد بيقاوم وواحد بيفاوض في سلام وبيمسحوا الأرض فينا وبيمسحوا الأرض فيك، ولا واحد بيقدر يستجري. بدي أجي أنا اندمج معهم. هذا كلام كل العالم بقول لك توحدوا الفلسطينيين وحدوا حالكم، هذول اللي ما بده يدعم المقاومة بحط سبب الفلسطينيين. شو بدك في التطبيع أنت؟ شو بدك في هذا الكلام؟ أنا ما عدو التطبيع أخي، ولا عدو الخيانات، كله بدل مش أعدائي، لأنه والله لو ما في إسرائيل ما في عربي بيكون خائن، ولا في عربي بيكون مطبع، ولا في عربي بيكون بيعصله ولا بيعديله ولا بيعقلاقه. لكن هذول محكومين، هذول ما بيدو مشي. إحنا الكرت الحقيقي اللي موجود فينا هو هذا الشعب الفلسطيني اللي قاعد على أرضه، وإحساس الشعب العربي كله بقضيته. وإذا فتح بس مجرد أي مسار ينفتح للشعوب العربية كلها على استعدادنا الجهد ولا تموت ولا تنقلب. أنا بتعرف كان صاحبي اسمه طراد الفايز راح على فلسطين، وكان هذاك والله قال لي كنت أتمنى إنه اليهود يطخوني ويقتلوني على أرض فلسطين عشان أكون شهيد، وعشان كل الأردن تطلع وراي، عشان 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 بكش يحس هذا الشعب شو اللي كان. أنا هذول الناس دجالين، ضروا على زعماء خانعين، ضروا على برضو على شعوب. هذا اللي مفجرهم الآن الشعوب مش قادرين يمسكوها، بيمسكوا الزعماء هذولا وبيمسكوا السياسيين وبيمسكوا كل العالم، بيمسكوا إذا هم بحكموش اليهود الأمريكان بتحكمهم والأوروبي بحكم. ولكن إحنا الكرت القوي عندنا هذول الأبطال اللي طلعوا اليوم، واحد بسوى ألف انتباهك، شو بدي بجيوش كلها؟ شو بدي في جيوش أنا كلها عنده طائرات وعنده نووي وعنده بدأ عفاريت زرق وما لهاش بسوي شيء؟ أنا بدي واحد زي هذول الشباب اثنين هذول علقم هذا أخرى ثلاثة علقم، شو بصير في إسرائيل؟ هذا الإسرائيل الدولة الضعيفة ما إلها قيمة إلا بحمايتها من زعمائنا العرب والمسلمين كلهم اللي مطبعين معهم. ولكن إحنا أمننا بشعبنا، أمننا بقوتنا، أمننا بإيماننا، أمننا بربنا بقضيتنا، هذا هو إيماننا. شكرا جزيلا الأستاذ ظاهر عمر أمين ومؤسس حزب الحياة الأردني سابقا، شكرا جزيلا للأسير المحرر ضيفي هنا البش مهندس مازن ملصة، وأنتم أيضا مشاهدين شكرا جزيلا لطيب متابعتكم هذه الحلقة من نقطة من برنامج استوديو اليرموك. ألتقيكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، في أمان الله.